احتضنت جامعة الكفيل إحدى مؤسسات العتبة العباسية المقدسة المؤتمر الفني لبطولة جامعات الفرات الأوسط لكرة القدم للصالات التي ينظمها قسم النشاطات الطلابية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية والتي ستنطلق في هذا الأسبوع. جامعة الكفيل هي إحدى الجامعات المستضيفة لنشاط جامعات الفرات الأوسط لبطولة كرة الصالات للطلاب، واللي مكن الجامعة من استضافة هذا النشاط هو توفر البنى التحتية الممتازة من قاعات ومن ملاعب، وإن شاء الله يعني هذا الاجتماع هو بادرة خير لاجتماعات أخرى ولنشاطات أخرى ثقافية ورياضية بإذن الله. مؤتمر تخللته مناقشة المتعلقات الخاصة بالبطولة وطرح الشروط والمعايير التي يجب اتباعها لخوض المباريات، إلى جانب إجراء قرعة ل14 جامعة وكلية مشاركة في البطولة التي ستحتضنها جامعة الكفيل وجامعات أخرى في رحاب محافظة النجف الأشرف. حقيقة يعني من خلال يعني ما لاحظت بالمؤتمر الفني اللي يوجد وانعقد في جامعة الكفيل، أيضا القاعة هي مناسبة جدا لهكذا مؤتمرات فنية لإدارة البطولات، وأيضا كانوا على قدر المسؤولية لاستضافة هكذا بطولة والتي تحتضن نشاطات المنهاج الوزاري لقسم النشاطات الطلابية في جهاز الإشراف والتقويم. تم الإجراءات التنظيمية التي تتعلق بالسحبة وتتعلق بملابس الفرق وبالإجراءات الإدارية للافتتاح والتحكيم ومسجدات القانون، ناقشنا فيها آراء ومقترحات الجامعات المشاركة، وتم اتفاق على كل الأمور الإدارية والفنية والتنظيمية، والحمد لله إن شاء الله تكون هاي البطولة بطولة ناجحة بتعاون جامعات النجف الأشرف. مشكورين على هذه الاستضافة الكريمة التي هي في رحاب جامعة الكفيل، وهذه البطولة مثل ما تعرفون أي بطولة تبدي بالاجتماع الفني، والاجتماع الفني والحمد لله كافة الجامعات المشاركة حاضرين و14 جامعة، والآن القرعة راح ستبتدئ القرعة الآن اللي قسمت فرق الجامعات المشاركة إلى مجموعتين، كل مجموعة من 7 فرق، وستحدد مواقيت ومواعيد المباريات في وقت لاحق أثناء إكمال القرعة. نشاطات علمية أخرى متنوعة اعتادت جامعة الكفيل التابعة للعتبة العباسية المقدسة على احتضانها خدمة للمسيرة العلمية ودعما للمهارات الطلابية وصقلا للمواهب الشبابية، لأنها تميزت بغناها بالبنى التحتية التي مكنتها من أن تكون مستضيفة أساسية لهكذا فعاليات، سيما النشاطات الرياضية التي تعد جزءا من مسيرة التقدم التعليمي على المستوى التعليم العالي في الجامعات العراقية كافة.